حاجة مبهجة طبعا، ولكن لازم برضو أفكركم إن النادي الأهلي كسب اللقب ده 11 مرة قبل كده، والنهاردة هيكون اللقب 12 إن شاء الله لو فاز. بنتمنى طبعا الفوز للنادي الأهلي المصري. خلونا دلوقتي نروح مداخلة مع أستاذ شريف يسري، إعلامي ومحلل رياضي. ألو. أيوة يا فندم. مساء الخير. مساء الورد يا فندم. ممكن أعرف توقعات حضرتك إيه النهاردة، الماتش النهاردة؟ والله هي مباراة صعبة أكيد. نادي الترجي التونسي نادي محترم ونادي عنده أسماء كويسة جدا، ويعني جاي النهاردة بعد مباراة الذهاب اللي كانت 0-0، فأكيد هو عنده حظوظ لأنه عنده إن هو يقدر إن هو يسجل هدف خارج الأرض. فأنت في المقابل النادي الأهلي يعني هيبقى مطالب إن هو يسجل هدفين، فدي حاجة بتصعب المقابلة بشكل كبير. لكن بالمقابل برضه النادي الأهلي نادي كبير وعنده يعني المباراة على أرضه لأول مرة من 11 سنة النادي الأهلي ما لعبش المباراة النهائية، مباراة العودة على أرضه، فده أكيد يعني الاستاد هيبقى حاجة كبيرة جدا، فأكيد وضع طبيعي يعني دوافع كبيرة عند الفريقين. ولكن إن شاء الله تعالى نتمنى النادي الأهلي إن شاء الله تعالى يقدر إن هو يحسم النقطة. طب برضو عايزة أعرف يعني توقعات حضرتك ممكن تكون النتيجة كام؟ لا والله ما اقدرش اقول نتيجه، ولكن هي ان شاء الله الاهلي يقدر انه يفوز، لكن هي مباراه صعبه جدا جدا. طيب جداً. عايزه اعرف برضو راي حضرتك في باللعب بشكل عام، هل كان اداء النادي الاهلي على حسب ما كنا متوقعين، ولا هل كان في اي مشاكل خلال الدوري؟ قصدك في مباراه الذهاب؟ ايوه وبشكل عام مباراه الذهاب. لا حضرتك بتتكلمي على مباراه الذهاب تحديدا صح؟ أيوة. ولا طيب مباراه الذهاب، مباراة الذهاب والله كان فيها كولر ارى الجيم بشكل جيد جدا. الترجي من الفرق اللي بتعرف ان هي تسجل في الشوط الاول تحديدا مع كاردوزو، بتعرف تسجل اهداف. يعني هو سجل مع كاردوزو بشكل عام 14 هدف، 10 اهداف سجلهم في الشوط الاول واربعه في الشوط الثاني، ده بشكل عام مش في بطوله افريقيا بس، لا كمان في الدوري التونسي وفي الكاس وفي كله يعني. فده يبين لك ان هو يعني فريق بيعرف يسجل اهداف في الشوط الاول تحديدا. الترجي لما لعب قدام سان داونز عرف ان هو يعني يقفل الخطوط بشكل كبير جدا، وفي المقابل سجل هدف قفل الدنيا بعدها، وقدر ان هو يروح بريتوريا هناك في جنوب افريقيا وهو فايز 1-0. لعب نفس الجيم قفل الدفاع وخطف هدف ثاني من بوشنيبا، فبالتالي هو مدير فني كاردوزو بيعرف ان هو يدافع جيد ويخطف الهدف. النادي الاهلي لما كولر نزل هو يعني عارف الجيم ده كويس جدا، فبالتالي يعني احنا بنسميها بلغه الكوره كده جيم الكلاحه، فهو عمل نفس جيم الكلاحه ده قدام الترجي التونسي في الشوط الاول تحديدا، وبدا في الشوط الثاني الترجي هو المطالب ان هو يسجل هدف، فبالتالي بدا ان هو يفتح خطوطه، فالثغرات بدات ان هي توضح، وبدات اكتر من كوره جات لنا ان احنا نقدر ان احنا نسجل من خلالها. ولكن يعني تقدري تقولي في نوع من الفرديه شويه هو اللي عطل الدنيا، فممكن احنا نسجل هنا. طيب هل ده معناه ان مباراه العوده يعني سهله او كاطلاق المباراه في غايه الصعوبه؟ زي ما قلت لك الترجي بيملك سلاح يربك حسابات النادي الاهلي يعني راسا على عقب، حتى لو النادي الاهلي تقدم بهدف فالترجي يقدر لحد الدقيقه 90 يسجل هدف، وساعتها هو اللي هياخد البطوله. ولازم يعني عندنا أمثلة قبل كده، السنة اللي فاتت احنا كنا فوزنا على الوداد هنا في القاهرة 2-1، الوداد كان يكفي 1-0 فقط ان هو يعني ياخد البطولة السنة اللي فاتت، محمد عبد المنعم، والمباراة كانت رايحة في اتجاه الوداد اصلا صحيح، فمحمد عبد المنعم سجل الهدف وخلصت المباراة 1-1. اتمنى اللي احنا بنعمله في الناس يعني ما يحصلش. بس برضو احنا بقينا متعودين انه دايما يعني ما شاء الله النادي الاهلي لغاية اخر الماتش بيبقى لو حتى كان تعادل، ولكن في عارف عند دقيقة 90 2 جول 3 جول دايما بيحصل معاهم كده. نتمنى ان النهارده ان شاء الله يحصل معاهم برضو نفس اللي بيحصل قبل كده. شكرا جدا استاذ شريف يسري، اعلامي ومحلل رياضي. يعني انتوا عارفين ان انا زملكاويه، ولكن انا النهارده مع الاهلي وبشجعه من قلبي عشان ده فريق مصري في النهايه، واتمنى يا رب الفوز للاهلي ويبقى دي المره ال 12 اللي بيكسبوا فيها البطوله.